نهاية سنة وبداية سنة جديدة، وأكيد لكل النهايات تبدأ البدايات. كيف نبدأ بخطوات جديدة متينة ومبرمجة تصبو للاستقرار نوعاً ما لبداية جديدة؟ بشرفني وبيسعدني يستضيف المدرب المختص للتنمية البشرية السيد أشرف قرطام. أهلا وسهلا فيك. أهلا عادل وكل المشاهدين. طبعاً أهلا فيكي. انت منتبه على شغله انه دائما ندعيك في البدايات؟ انا اسا تذكرت انه اول لقاء اول برنامج اول حلقه للبرنامج على الموعد صحيح. كانت معك صحيح. واليوم اول يوم بالسنه الجديده، شو هالسر؟ يعني اول شيء شكرا لك. يعني طبعا الواحد يعني يمكن بتعرفي بدايات، والواحد بتوقع انه بالبدايات يعني المفروض انه نحكي عن اهداف جديده، نحكي عن امنيات جديده. يعني بتأمل على الأقل نكون واقعيين وتكون 21 أفضل لسه من 2020. ما حدا توقع اللي صار بال 2020، ولا حتى أنا ولا أي حدا. حتى لما كنت في البرنامج هون قبل سنة وقبل سنتين دائما كنت أقول نجعلها أفضل سنة، وبعدني بقول نجعلها، ولكن أحيانا الظروف بتكون أكبر منا. وهون لسه طبعا دورنا نحكي بال 2021 شو تعلمنا من 2020 وبتخيل كانت مدرسة. خلينا نحكي السنة اللي مضت أكيد ليست بالهينة ولا بالسهلة طبعاً. أما ممكن إنه نتعلم من هاي السنة اللي مرينا فيها على كل الأصعدة طبعاً. أنا برأيي أكبر مدرسة بتاريخ البشرية كانت 2020. طلع يعني كلنا مستعمل جمل زي أفضل مدرسة هي مدرسة الحياة، ولكن 2020 أثبتت هاي المقولة. طلع عاشت 2020 حتى أنا بمجال التنمية البشرية عالمنا كلياته، علمتنا درس كتير كبير، علمتنا قدي نسبة الظروف بالتأثير علينا، كيف بتحدد الظروف، مش هوية. أحيانا الظروف أكبر منا، أنا أدعي أن الظروف أحيانا أكبر منا، ما كنت أقول هذا الكلام قبل. خلتنا نكون واقعيين أكثر، خلتنا نتعامل مع الصعاب. يعني طلعي من الشغلات أنا طبعا وظيفتي أطلع جانب الإيجابي مش السلبي. جوانب السلبية يعني بتخيل كل يوم نفتح نشاط الأخبار مش بحاجة للبرنامج تبعنا بكفي نطلع غد. أنا بدي أطلع الجانب الإيجابي. بالجانب الإيجابي عم بحكي عني وعن كتار مثلي، وبتأمل كمان المشاهدين لسه عم بيسمعونا يتبنوا على الأقل هاي الأفكار. خلتنا نطلع من منطقة الراحة. هذا مصطلح في علم التنمية البشرية كتير مهم، من أهم المصطلحات اللي تعلمتها أنا بآخر 20 سنة. كل فترة بيجينا هيك أزمة، أحيانا شخصية أحيانا جماعية، هاي المرة كونية، اللي بتقولنا طلع من حالك أكتر، اكتشف نقاط قوة ما كنت شايفها أكتر. ونقاط القوة عادة المعادة بتطلع بالأوقات الصعبة، بتطلع بالأزمات. يعني في كتير شغلات فينا موجودة فينا ما بنعرفها، أجت الكورونا قالت لنا إسا بدي أطلع أفضل ما فيك. هاي نقطة كتير مهمة نتطلع عليها، هاي نصيحتي لكل واحد، ونحاول نفوت على هاي المحلات مش نخاف منها. أنا متعود كنت أوقف على مسارح، بتخيل الكل بيعرف هذا الكلام، مش هذا عالمي، مش هذا اللي أنا بحبه. بأي بلد عربية ويهودية تقريبا وقفت أكيد الكورونا. وأنت كمان اللي بديت في موضوع التنمية البشرية. صحيح. يعني أنت أول مدرب تنمية طوادع. بشرية. صحيح. في البلاد. صحيح بالبلاد، مش حتى عند العرب، بالبلاد. نعم. طبعا اليوم مش بحاجة لهذا الكلام يعني أثبته، ولكن أجت الكورونا بتقول لي أوكي يا أشرف، مش متعود على المسارح، مش مكيف على حالك بالمسارح، تعال إسا بدي أسكر لك المسارح، شو بدك تساوي؟ هذا نقطة كتير مهمة. فأنا أول شهر أول شهرين زي الكل وما بزاود على حدا، فتنا بصدمة كتير كبيرة. طيب وبعدين أجت الكورونا قالت لي طيب شو رأيك إسا أفوتك على إشو اسمه ستوديو، إشو اسمه عالم تاني مختلف كليا، اللي طبعا إحنا بنسميه باللغة العامية صرنا زوم، بس زوم هو مثل طبعا، هي واحدة من الشغلات اللي ممكن نفوت عليها. فأنا اليوم رحت تعلمت كيف بتعلموا، كيف بوقفوا قدام كاميرا، ما كنتش أعرف. أنا كنت بالمقابلات بس أجي. أنا اليوم بنيت استديو، كيف بيحكوا بالصوت، شو أنواع الميكروفونات، شو كذا وإلى آخره. تعالوا نخدها إسا على أي عالم فلتكم من أشرف قرطام. المعلم اضطر يكون تكنولوجيا أفضل. صحيح. الطالب اضطر يتعلم تكنولوجيا أفضل. الطلاب تعلموا إسا الوقوف أمام كاميرا. هاي نقطة كتير مهمة، هاي ستبقى أخت معاد، هاي كتير مهمة. أنا بدي أنبه إسا لكل اللي عم بيسمعني من طلاب، من طلاب جامعات، الكورونا رايحة كمان 4-5 أشهر، ولكن رح يبقى المقابلات أمام الكاميرا، الوقوف أمام الكاميرا، التكنولوجيا، الاجتماعات. هاي بتعرف قديش الاجتماعات هاي عن طريق الزوم وفرت مصاري بالكرة الأرضية. صحيح. كانت ناس تطير من بلد لبلد عشان تعمل اجتماع، يعني رجال أعمال سيدات أعمال. أنا كنت أروح من محل لمحل تقعد مع مدير مدرسي مديرة مدرسي أسوق المشروع تبعي، هذا انتهى. ففي مهارات جديدة المفروض إحنا تعلمناها بال2020 ونكون جاهزين بال2021. نعم. هاي نقطة كتير مهمة. أشرف هيك بدي أسألك سؤال إسه خطر عبالي، أي اتصالات هيك أخذتها من الناس اللي مش عارفين إيش يعملوا؟ هني موجودين هيك تحت تحديات صعوبات، طبعا عم نحكي عن الإشي
إن النفسية كانت تعبانة وبدهن يعبروا هذا، يعملوا هاي الخطوة. طبعاً طبعاً. يعني طلعي والله بعرفش ليش أجت ببالي هاي هذا الإجابة. أول شيء طبعاً فيش حاجة أقول لك إنه مئات من الاتصالات. الناس بتدور على أي شيء لما بتكون بأزمة. على بصيص من الأمل. على أي شيء. وأنا بما إنه يعني أخذت عنوان بآخر 20 سنة وكأني بعطي أمل للناس وكذا، فطبعاً التليفون ما وقف بصراحة بقول لك. وأحياناً حتى أنا ما كانش عندي شو أحكي. يعني أحياناً أنا طبعاً أصفن أقول للشخص بيصير خير ولا آخره. ولكن واحد من الأمور اللي هيك إسا يعني. بجيبها بالأول كنكتة لأنه بالفعل هيك صار، وبعدين بعطيك الإشي الجانب المهني. واحد من أصحابي بأول ما صارت الكورونا ما وقف أول إشي، وقفت المسارح. فواحد من أصحابي دي يمزح معاي عنده مطعم بحيفا، فبتصل فيه بقول أشرف إذا بدك شغل المطعم موجود، هذا بشهر 3. طب بعد شهرين اتصل لي قال أشرف شو بدي أساوي إسا؟ سكرت المطاعم طبعا. ولليوم هذا الكلام يعني إسا هو عم بسمعني يمكن كمان يبتسم. فمثلا كل قضايا الناس اللي عند المطاعم اتصالات عديدة، طب أشرف شو نساوي شو نعمل؟ واحدة من الشغلات اللي أنا كنت دائما أنصح فيها برضو فكر خارج الصندوق. في ناس عملت إرساليات ما كانتش مبنية، المطعم ما كان مبنية لإرساليات، طورت عالم الإرساليات وصار إشي مهم. في ناس طلعت وعملت وكأنه المطعم خارجي على الشارع لأنه مسموح، مثلا عندنا بحيفا كانوا تعمل إشي وكأنه فود تراك، في ناس عملت هيك. في ناس حاولت يعني تبدع بكل معنى الكلمة. مش عم بقولك إنه في أجوبة دائما، مش عم بقولك إنه والله يعني إحنا ساحر وتعال فكر خارج الصندوق بيجي الجواب، ولكن إنه الإنسان يحك راسه. هاي كانت واحدة من كتير شغلات، كتير تليفونات لناس لهي كان إجابي لإلها، حك راسك فكر أكتر. أنا بعرف كتير أصدقاء لإلي فتحوا أونلاين دكاكين على أونلاين، ما كانوا يعرفوا شو يعني دكان، شو يعني أمازون، شو يعني إيبي، شو يعني كذا. كل قضية إنه الإنسان يبلش يفكر بإشي خارج الصندوق، هاي كانت واحدة من مهارات 2020. بتأمل جوابت على سؤالك، لو كمان بديش أفوت بالأمور الشخصية، كتير تليفونات أجت، وفي ناس وضعها كتير صعب. أنا عم بقول لك في ناس خرب بيتها بال2020، بدنا نعطيها أمل، والأمل يكون على أرض الواقع. من ضمنها برجع بقول، من ضمنها تتركش 20-21 يوم إحنا بواحد الشهر للصدف، تتركهاش وكأنه يلا شو بدي سير، يلا شو بدنا نعمل اليوم 1-1-2021 خلينا نبدأ هيك يلا. سنة جديدة مع بعض، وأنا بشكرك نخطط. يعني أنا بشكرك عارف أنا برتاح بهذا اليوم، بس أنا جد إجيت لأنه هاي المرة بدي أعطي لكل المشاهدين بعض الأدوات. نصيحة وما تستخفوا بهذا الكلام، أنا سويتها على الأقل، وكنت دائما أشارك الناس عبر صفحات التواصل الاجتماعي الموجودة عندي. جيب ورقة وقلم اكتب شو بدك من 2021، كتير مهم الكتابة، ما نستخفش بهذا الكلام. ورقة وقلم، وأنا حتى بنصح تكون ورقة واحدة عشان تنضب معانا ودائما نطولها. ورقة واحدة البداية تكون، سميها شو يعني سمي؟ سمي 2021 شو بدك تكون؟ سنة الوفرة، سنة للعائلة، سنة التعليم، سنة النهوض، سنة كذا، سمي. لازم يكون في اسم ل2021. أعطيها عنوان. أعطيها عنوان. أنا أعطيتها عنوان مثلا، أنا أعطيتها عنوان النهوض من جديد، لأنه أنا قلت لك المسارح كلها وقفت. فأعطيتها عنوان النهوض من جديد. النهوض من جديد طبعا للقمة، مش نهوض إنه والله أعيش، إنه كمان مرة نرجع الشركة تبعتي بكيف كانت حتى وأعلى. فسميتها النهوض من جديد. ناس يسموها التعليم، خلص أنا بدي أتعلم بال2021. ناس يسموها العائلة، أنا بدي أعطي وقت للعائلة، سميها شو بدك. ثانيا قسم 2021 ل12 شهر، انا شو بدي اساوي كل شهر؟ هذا الهدف الكبير، شو بدي اساوي اسا انا بشهر 1 بشهر 2 اللي وراه؟ شو في اشي اللي اليوم انا بسويه اليوم مش بكره، اشي صغير بيوصلني للهدف كمان سنه؟ انه مثلا والله اتصل تليفون واسجل بالجامعه، انه والله اتصل تليفون واشتري جهاز معين المهم للشغل تبعي، انه والله اتصل بانسان مهني اقول له تعال علمني اسا كيف بسوقوا طريق شبكات التواصل الاجتماعي. احيانا البدايه بتعرف هاي طابه التلج وعن جد هي اللي بتكبر. عن جد هيك انا يعني ببتسم ليه، لانه اول ما فتت يعني راح يضحكوا علي اسا المشاهدين، طلعت طوالي على الميكروفون، هذا عالمي باخر كم من شهر، انا عم ببني استوديو، فصرت بس اشو بس افوت اذا بده لكاميرا جديده، عدسه جديده، ميكروفون جديد، طوالي طال هذا بفيدني بالاستوديو عندي. شو بيصير لما بنحط هدف؟ بنصير كمان ننتبه للأمور اللي بتساعدنا نوصل للأهداف. هاي اللي عم بحاول أقوله، بيصير في قانون اسمه قانون التركيز. لما أنا بحط الهدف الكبير تبع سنة 2021، بيصير لما أشوف فرصة أنتبه له، لما أشوف شخص ممكن يساعد لي أنتبه له، لما أشوف إعلان بالصحيفة أنتبه له، لما أشوف دورة تدريبية موجودة على الأونلاين أشتريها.
هيك السنة عم بصيبني مثل ما انا عم بقول لك، فتت لهون طوالت طلعت للادوات كنت. نعم. قبل ما انتبهش لهي، ولكن انت وصلت للهدف، يعني انت وصلت، انت سميتها النهوض من جديد او النهوض بعد مره، ولكن يعني انت وصلت لهدفك وعم بتفكر وصرت اكثر مهني طبعاً. في طبعاً. في المسار تبعك طبعا. في ناس بعدها بتشوف طبعاً. الظروف الضبابيه، بنرجع للظروف. شكرا لك. هل يخترق وكيف ممكن يخترق حلو. الظروف اذا معناته بدنا نرجع لقبل 4 اشهر اللي انا سويته، جبت ورقه وقلم، هذا اللي عم بقول لك اياه، جبت ورقه وقلم انا قبل 4-5 أشهر، قلت يا أشرف كيف بدك تنهي 2021؟ أنا إسا عم بسألكو كيف بدك تكونوا 20، كيف بدك تنهي 2020، آسف، كيف بدك تكونوا 2021؟ ببلش بأنه أحط هدف، فأنا حطيت هدف اللي اليوم صح أنا وصل له، ولكن قبل 4 أشهر ما كنتش غاد، كنت شايف الضبابية، كنت شايف المسارح مسكرة، كنت شايف مش رح تفتح، استوعبت الاستيعاب الإدراك. يعني واحدة من أهم النصائح اللي بعطيها للمشاهد، تستناش المخلص، فش مخلص، احنا بنخلص نفسنا، وكل الديانات تحكي هذا الكلام، كل الديانات. اذا بدك كمان الجانب الدي، لا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اعقل وتوكل. فانا بنصح الناس ورقه وقلم، انا وين بدي اكون، ثانيا شو الشيء اللي بدي اسويه اليوم. هي مش بالصدفه عم بعيد عليهم، لانه هاي بالضبط كانت البدايه. يعني انا اول شغله سويتها خلص، ثاني يوم رحت اشتريت كاميرا، حطيت حالي قدام الامر الواقع. لما بشتري كاميرا اللي وراه بدي اتعلم تصوير، اللي وراه بدي اتعلم اخراج، اللي وراه بدي اتعلم. فانا بنصح كل الناس كتابه الاهداف ورقة واحدة، شو الخطوات اللي أنا بدي أسويها، وأهم شغلة جاوبوا على سؤال كتير مهم على الورقة، شو تعلمت من 2020؟ حلو. إذا أنا ببلش أكتب شو تعلمت من 2020، رح نشوف إنه هاي كانت مدرسي. تعلمت من 2020 إنه والله قرشك الأبيض عن جد خبي ليومك الأسود، أجت سنة سودة. هذا مش كلام، هيك أنا تعلمته أنا بالـ2020. تعلمت بالـ2020 إنه أكون تكنولوجيا أفضل، تعلمت بالـ2020 انه اكون كذا. هاي الامور انا بنصحها لكل الناس، شو تعلمت من الـ2020، وهاي هي تتحول لادوات للـ2021. اي حكينا عن انفسنا، حكينا على الطاقات الايجابيه، عم نحكي هيك كيف ندخل عبر اي حالنا بعد مره ونخطط ونوصل للهدف ونركز لنا ونرتب لنا مسار. اولادنا في البيت يا اشرف لهن مدة زمنية كبيرة، صحيح، وأكيد أثرت عليهن وأثرت على صقل شخصيتهن كل واحد طبعاً. في صفه، في جيله، في مجاله. إحنا كأهل شو لازم نعمل؟ أوكي. كمان مرة كتير مهم أخت معاد، بدي المشاهدين يفهموا أنه أنا جاي أصدها أنه أركز على الجوانب الإيجابية. كمان مرة، الأولاد عانوا، الأولاد مرقوا فترة كتير صعبة، في بعد أزمات بدنا نشوف نتائجها كمان 2 أو 3، إحنا متفقين على هذا الكلام. يعني أنا مش جاي إسا بس أرجع أشدد على قد الأولاد انضروا، بدي أخذ الجانب الإيجابي. اسمحي لي، تعال شوفي شو صار بآخر 8 أشهر مع أولادنا. أولادنا هاي جملة كتير مهمة عم بركز عليها. واحد، صاروا تكنولوجيين أكثر، انجبروا أولادنا صاروا يعرفوا شو يعني زوم، شو يعني غرف، شو يعني هوست، شو يعني كوهوست. هذا البسيط. صاروا يعرفوا كيف بيعملوا تصويت بقلب الهاي، كيف بيعملوا امتحان بقلب التكنولوجيا، كيف بوقفوا قدام كاميرا، كيف بتحدثوا، كيف بيعبروا عن نفسهم. تعالوا ناخذ جانب ثاني، الأولاد تعلموا بآخر 8 شهور يتكلوا على ذاتهم. شو يعني؟ اتفايت على الغرفة، مسكر الغرفة، فش معلم ثاني يوم يمرق على دفترك ولا على كتابك، فش أهل بيقدروا يفوتوا على الغرفة لأنه هن نفسهم مش عارفين، مش قادرين يساعدوا أولادهن. شو عم بيصير؟ هاي المهارة كمان 2-3 طلاب الثانويات لما يروحوا على الجامعات وبتضطر تقعد بمساكن طلبي أو تهاجر فجأة. أنا هاي الظروف عشتها بالبيت بفترة الكورونا، أنا كنت بغرفتي لحالي، أنا كنت أقعد بالغرفة من الصبح لليل بس أنا والكاميرا. طب هاي مش مهارة مهمة بعدين الولد رح ينتبه لها لما يوصل للجامعة أو للكلية أو بيضطر يطلع لبرا؟ أنا بدي الطلاب ينتبهوا لهي الأمور. شغلة ثالثة يمكن ما حدا منتبه لها، وأنا بدي الناس تنتبه لها، في جيل كامل إحنا بنسميه جيل الكورونا، بحكي الساعة الثانويات طبعا. الجامعات فاهمة هذا الأمور وبلشت من هذيك السنة ورح تستمر هاي السنة والسنة الجاي يمكن كمان اللي وراها، إنه نسب القبول للجامعات يعني نزلت من ناحية المعدل، من ناحية البسيخومتري. الموضوع اللي كان بحاجة لمعدل 11 صار 10، اللي كان بحاجة لبسيخومتري 700 صار 650. فأنا بدي الطالب اللي لسه عم بسمعني تقول طب أنا أشد حالي كمان شوي، لأنه في طلاب كانت مش مآمنة بهدفها. صحيح. كان الهدف كتير بعيد، لا إسا بالعكس صار قريب، شد حالك كمان شوي، يمكن إسا تتعلم موضوع اللي أنت ما كنتش تحلم أنه تنقبله بالجامعة نتيجة الكورونا. في تسهيلات أيضا، في امتحانات، التسهيلات هي الكلمة اللي كنت عم بدور
بدور عليها وبشكرك. في تسهيلات كتير مهمة. فأنا بدي الطالب صحيح خسروا كتير شغلات. يعني أنا ابني الوحيد البكر تبعي عدي، طبعا عندي عدي وعندي شهد. عدي المفروض كان يتخرج هديك السنة، ما عمل حفل تخرج، وهذا تعفي لأب ولا طالب. هذا بستنى 12 سنة، أنا بستنى ابني كان يتخرج، بستنى أنه ابني كمان بستنى نفسه أنه يتخرج. راحت هاي، يمكن ما بترجع، يمكن ترجع، يمكن نرجع نعمل إشي بالمستقبل. ولكن كسب التسهيلات هاي، كسب شخصية معينة، كسب الاعتماد على الذات. بدنا نطلع على هاي الأمور. أنا بترجاك وبترجى الأهل، وأنا إسا عم بحكي كأب طبعا مش كمدرب، أنه نطلع هاي الجوانب، نحكي مع أولادنا على هاي الجوانب، نقول لهم. لأنه بالفعل بالجانب الاجتماعي خسروا، بنشوف يشوف أصحابهم خسروا. في طلاب صف عشر ما عرفوش يعني ثانوية، ما لحقوش يعرفوا يعني ثانوية. في طلاب لسه ما عاشوا هذا الإشي. في طلاب سنة أولى بالجامعات لسه ما عرفوا يعني جامعة، ما فاتوا على الموضوع، ولكن كسبوا مهارات راح تساعدهم بالمستقبل. نعم، صف أول ما بيعرف شو يعني صف، شو يعني معلم، شو يعني 100%. 2021 كيف ممكن نبدأ نقيمها؟ وقلنا إنه ورق وقلم وعدة أيام وهاي البداية، ولكن خلينا إحنا أول يوم في السنة بدنا نشعر في التفاؤل، بدنا نشعر في الأمل، بدنا نشعر في السرور. قبل ما أجي لهون وبدي أستعمل هاي الأداة كمان أمام المشاهدين، عملت شغلي أنا على شبكات التواصل الاجتماعي، كتبت مبارح بالليل سأجعلها أفضل سنة على الإطلاق، حطيتها. هلأ كتير ناس طبعا قروا اللي كتبوا أشرف كرتام سأجعل 2021 أفضل سنة على الإطلاق، يمكن وابتسموا، يمكن تضحكوا، يمكن شو عم بحكي هذا، مش عارف وين عايش. هذا مش بالصدفة، أنا بستعمل أدوات، أنا مش هيك لأنه أجع بالي بالليل والله أكتب هالستاتوس. هذا كتبته لأنه بستعمل أنا أداة اسمها احرق المراكب. لما أنا بلتزم أمام الناس وبقول لهم سأجعلها، فطبعا الحاسدين والغيورين واللي كلهم بيحبوني مراقبين، بدنا نشوفه هل هذا البني آدم رح يوقف بكلمته نعم أم لا. شو هذا بيخليني أساوي؟ بيخليني ما أترجعش، بيخليني إسا أشتغل 24 تحدي. ساعة طبعا عشان أفعالي تتحدث عني. فأنا بنصح الناس التزموا قدام ناس هيك، وقفوا هيك بالعيلة قولوا أنا بدنا نخلي 2021 تكون أفضل سنة، عشان لما تيجي ترجع لورا ابنك يذكرك يابا مش قلت هيك، لما تيجي ترجع لورا بنتك تذكرك يما مش أنت قلتي رح تخليها أفضل سنة، ليه عم تتراجعي، ليه قستي. فالتزموا قدام الناس، التزموا قدام أصحابكم، مثل ما أنا سويت. عندي نص مليون على الفيسبوك، التزمت أماما اليوم الصبح سأجعلها أفضل سنة على الإطلاق. هذا بقول أنا بطلع من هون رايح أشتغل مش راح أرتاح. هذا بقول إنه بكرة السبت بدي أشتغل مش راح أرتاح. اللي بيشتغل وبتعب وبتعلم من 2020 سيجعلها أفضل سنة على الإطلاق. تعال نستعمل هاي الأداة. المختص أشرف قرطام، ما هي رسالتك لمجتمعنا وللعالم؟ لا يعني بالأول رسالة واحدة، يعني أنا طبعا إحنا بديش كمان مرة، يعني إحنا ما نقدرش نتغاضى عن اللي عم بيصير في مجتمعنا. بلشنا ب 2021 في جريمة قتل في جديد المكر، يعني بلشنا العداد. فرسالتي الجملة اللي كلياتنا بنعرفها، لو كل واحد نظف حد بيته البلد نطفت. رسالتي ابدأ بذاتك أولا. تعالوا يا جماعة كل واحد إسا يقول، بدل ما أنظر، بدل ما أقول شو صار بمجتمعنا، شو صار بشعبنا، شو صار بكذا، كل واحد يقول أنا بدي أنظف حد بيتي، أنا بدي أشتغل على أنه أطور ذاتي، أنا بدي 2021 تكون أفضل سنة. لما بنشتغل بهاي الطريق ممكن تستضيفيني على 2022 ونقول يا أشرف تعال نحكي عن الإنجازات اللي كانت لشعبنا بالسنة اللي نفضت. أنا بعدني بآمن بهذا الكلام، أنا بآمن لو كل واحد عن جد ما أجاش يغير العالم، أجي يغير نفسه، العالم لحاله بتغير. إن شاء الله إن شاء الله. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي الطاقات الإيجابية والنصائح المميزة. هيك خلينا نبدأ بدايات صح بحياتنا. طبعا فيها فش عنا بديل يا جماعة، فش عنا بديل غير أن نكون إيجابيين. والإيجابي صدقيني بالنهاية لا يصح إلا الصحيح، بالآخر الإيجابية ستنتصر على كل السلبيات، والتغيير بيبدأ من الداخل. من الداخل. شكرا لك بعد مرة. تسلم. طالعين لفاصل وراجعين، ابقوا معنا.